اهلا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من خارج الصندوق على شاشه العربيه وفي موضوعات الليله. اسرائيل تدخل الى قلب رفح رغم غضب القاهره، الازمه مع مصر تتصاعد ووزير الدفاع المصري يتحدث يؤكد ان كل سيناريوهات مطروحه، هل نحن على شفا مواجهه؟ مقطع مصور لمجندات إسرائيليات في قبضة حماس يثير ضجة واسعة، نتنياهو يستغل ذلك ويؤكد القضاء على الحركة، ونحن في خارج الصندوق نتقصى الحقائق ونستضيف قياديا في حماس لنسأله ما حقيقة ما ورد في هذا الفيديو. ونذهب أيضا إلى أمريكا على وقع الاستقطاب السياسي الحاد بين بايدن وترامب، هل تشعل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فتيل الحرب الأهلية في أكثر الديمقراطيات عرقا؟ نتابع التطورات المتلاحقة على صعيد المواجهة المصرية الإسرائيلية. بعد أن هددت مصر بالأمس بالانسحاب من الوساطة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس، وذلك بعد اتهام مصر بتغيير بعض بنود هذا الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار سرا لصالح حماس، انتقل هذا التوتر إلى مستوى آخر، على ما يبدو أن القاهرة وتل أبيب يدخلان إلى مرحلة جديدة. التصريحات المصرية بدأت تأخذ منحا آخر أكثر حدة، بل وتخرج من السياق الدبلوماسي والسياسي إلى العسكري. اليوم ظهر وزير الدفاع المصري محمد زكي وقال إن الجيش المصري قادر على مجابهة أي تحديات تفرض عليه، وهنا الإشارات تبدو واضحة. شدد أيضا على أن مصر لها ثوابت لا تحيد عنها، وأنها لن تنحاز إلا للمصلحة الوطنية القومية للأمن القومي المصري. هذه التصريحات هي الأولى من نوعها من مسؤول عسكري بارز، نتحدث عن وزير الدفاع المصري الذي يتحدث عن تصعيد القوات الإسرائيلية في رفح، وأن هذا هو الرد المصري في هذا التوقيت. يمكن أن نستمع إلى ما قاله لنبحث في الدلالات. شكر لجميع رجال القوات المسلحة على الجهد المبذول وتحمل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وأنا هنا بتكلم في خلال هذه المرحلة بالذات. رسالة اطمئنان للشعب المصري على قوات المسلحة، البلد في إيد أمينة، إحنا بنستثمر جميع إمكانياتنا الموجودة داخل القوات المسلحة في تطويرها والرفع من كفاءتها واستغلال مراكز البحوث وإدارة البحوث الفنية في تطوير هذه المعدات. هذه التصريحات لوزير الدفاع المصري جاءت في وقت وصلت فيه القوات الإسرائيلية بالفعل إلى قلب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. الصحف الأمريكية أشارت بشكل واضح، وخاصة صحيفة وول ستريت جورنال، عن أنها تنقل عن مسؤولين مصريين قولهم أن القوات الإسرائيلية تسيطر الآن على ما يقال أنه 70% من محور صلاح الدين، أو ما يطلق عليه في إسرائيل محور فيلادلفي، وهو ذلك المحور، وكما نشاهد على الخريطة، الفاصل بين غزة ومصر. هذا المحور الذي يتضمنه الاتفاق الأمني الملحق باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، اتفاقية كامب ديفيد، وبالتالي هنا الدخول على ما يسمى دائما بالخط الأحمر في هذا الأرض. التقارير تشير إلى أن إسرائيل تخطط بل وعازمة على إحكام السيطرة على هذا المحور بشكل كامل في نهاية هذا الشهر. لأول مرة منذ 2005 تتوغل القوات الإسرائيلية بهذا الشكل في الجانب الشرقي من المحور، عقب إعلان للجيش الإسرائيلي أنه سيطر بالفعل على الجانب الفلسطيني من رفح البري. هذا الخط هو خط أحمر بالفعل. الرسالة الواردة من إسرائيل حاولت أن تكون أقل حدة مع التوترات خلال الساعات الماضية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري خرج في حوار ليقول إن مصر دولة مهمة بالنسبة لبلاده، ومصادر إسرائيلية أشارت أيضا إلى أن هناك اتصالات
تمت مع الجانب المصري، وأن مصر ستقوم وستستمر في دور الوساطة وأن إسرائيل تريد ذلك. لكن بالعودة إلى تصريحات هاجاري، قال إن بلاده تعمل على أن ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدود مصر. هو يحاول أن يوجه رسالة طمأنة خلال الساعات الماضية، لكن التصريحات الإسرائيلية الخاصة بوزير الدفاع نفسه ربما تحمل إشارات مختلفة. نستمع. سنعزز جهودنا في رفح بقوات جوية وبرية، وسنصل إلى أهدافنا وهي ضرب حماس بشدة وحرمانها من قدراتها العسكرية. إننا نهيئ كل الظروف من أجل إعادة المحتجزين إلى ديارهم، وهذا أمر مهم. إنها قضية مركزية بالنسبة لنا، وسنبذل كل الجهود لتنفيذها بكل السبل. نناقش هذا التوتر ومستوياته وماذا عن عملية التفاوض. ينضم إلينا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيادة اللواء. وينضم إلينا أيضا من عسقلان المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي ليفي. أهلا بك. أبدأ بي سيادة اللواء، يعني هناك توتر في العلاقة المصرية السعودية، في العلاقة المصرية الإسرائيلية عفوا، يبدو واضحا وبشدة. ما هو المستوى الذي يتم تقييمه الآن في هذه الأزمة وفي هذا التوتر؟ نعلم أن كان هناك إنذار من مصر، تهديد بمعاهدة السلام ووقفها، هناك مستويات أيضا من التصعيد فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية، هناك تصعيد عسكري اليوم، بماذا نصفه؟ أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم وأهلا بمشاهدينك الكرام. الحقيقة هذا العام هو 45 عام على اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، ومصر كانت حريصة على الأمن الإقليمي في الإقليم، وحريصة على احترام تنفيذ بنود معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين، والطرفين استفادوا كثيرا، وحدث نوع من الاستقرار في الإقليم بالكامل، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. منذ بدء العملية العسكرية وتحديدا في شهر ديسمبر الماضي، بدأ الذج باسم مصر كثيرا في كل مفترقات الطرق واتهام مصر. يعني لو دخلنا على جوجل وكتبنا اتهام الإسرائيلي لمصر هتلاقي مئات المواقع، اتهامات بدعم حماس، واتهامات بأن وجود أنفاق عبر حماس، واتهامات أخرى زي إفشال المفاوضات الجارية، اتهامات كثيرة. كل ذلك الحقيقة كان مصر واخدها على عاتقها، كان حمل شديد، لا سيما أن كان ليها دور محوري وهو دور الوساطة بين الطرفين. كانت ملتزمة فيه بالحيادية والنزاهة، ولازم تكون على علاقة طيبة ما بين الطرفين رغم هذه الاستفزازات. معاهدة السلام الحقيقة وبروتوكولها سنة 81 الحقيقة وضع بعض الضوابط لعملية القوات وشكل القوات، خاصة في المنطقة دال اللي هي فيها محور فيلادلفيا. والبروتوكول أكد على أن هذه المنطقة يجب ألا تتواجد فيها 4 كتائب أو بحد أقصى 4000 جندي، ولا وعدم وجود مدرعات، أسلحة ثقيلة، دبابات. هل تجاوزت إسرائيل بنود هذا الاتفاق حاليا على الأرض؟ بالفعل عملية عسكرية بهذا، طبعا بالفعل منذ اليوم الأول لعملية الاجتياح، هي تتبع استراتيجية عسكرية نطلق عليها استراتيجية القضم العسكري. إنها تأخذ منطقة، يعني تقسم منطقة رفح إلى مربعات صغيرة، ثم كل فترة يتم التوسيع جزء بسيط منها إلى أن تسيطر بالكامل على منطقة رفح حتى الساحل، يعني من الشرق. طيب تصريحات وزير الدفاع المصري، هل تقول حينما يقول أن كل يعني هناك استعداد لكل السيناريوهات، هل هذا يعني اقتراب سيناريو المواجهة وتحضير مصر له؟ إذا تعرض الأمن القومي مباشرة، وأكرر مباشرة، للمخاطر فكل السيناريوهات مفتوحة. أنا لا أعلم مدى يعني مستقبل العملية العسكرية. ربما تحدث حالة فوضى في المنطقة، ربما. طيب لنطرح هذا السؤال على سيد كوفي. بين مصر وإسرائيل هناك سيناريوهات كثيرة جدا. طيب هناك، وننقل الآن إلى السيد كوفي، هناك ما يبدو اعتراضا مصريا واضحا، وربما مصر كما يقول المثل وصلت إلى أعلى المستويات من خلاص، يعني تم تجاوز مسألة الصبر الآن، وبدأ هذا الصبر ينفذ بشكل واضح، ووصل الأمر إلى تصعيد
أو تصريحات تصعيدية على المستوى العسكري. هل ستظل إسرائيل تغامر بالعلاقة مع مصر؟ وعلى ماذا تراهن إسرائيل؟ مساء الخير سيدتي، مساء الخير سيادة اللواء، ومساء الخير لجميع المشاهدين. برأيي هناك بلورة بالتصريحات، والعمل أو المصالح المشتركة موجودة. عندما نرى ماذا يقولون مسؤولين إسرائيليين ومصريين في هذه الأيام، هذا يساعد بس المتطرفين في المنظمة الإرهابية العميلة للنظام الإيراني. يعني طالما هناك انشقاق أو نوع من الانشقاق بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، واتهامات عن طريق وسائل الإعلام، هذا ليس شيء إيجابي. ومن فعل ذلك؟ أليست إسرائيل هي من أقدمت على اتهام مصر بتعديل ميثاق أو وثيقة وقف إطلاق النار، وبدأت تتجاوز ولا يتم الحديث عن الوضع الحقيقي للقوات العسكرية في رفح؟ سيدتي، عندما هناك مصالح للدول، لن تتقلص بس على محور فيلادلفيا. هناك تعاون وتنسيق أمني بين إسرائيل ومصر على مدار عشرات السنين، وكل دولة إلى احتياجاتها. ولا أريد أن أقول ماذا حصل في الماضي، ولكن كان هناك تنسيق ومساعدة متبادلة بين الطرفين، وهذا شيء طبيعي بين دول. ولكن يبدو أن مصر ترى أن إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء لهذا التعاون وهذا التنسيق. أريد أن أقول هناك منظمة إرهابية تستغل كل الوسائل لتعمل عبث بكل العلاقات القائمة في المنطقة لكي تزعزع المنطقة والاستقرار، كما عمل النظام الإيراني في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن. ونرى هذا التطور الخطير الذي يطرأ في هذه الأيام. عندما قواتنا دخلت في محور فيلادلفيا، لقد عثرت على الأقل على 8 أنفاق بين رفح. وهل هذا مبرر للتوغل في محور فيلادلفيا؟ أطرح هذا السؤال على سيادة اللواء، وكأن إسرائيل تحاول أن تقول أن هذا مبرر لمحاولة الوصول إلى هذه الأنفاق وإغلاقها. لا. ليس هذا. العمليات العسكرية الحقيقة كانت التقديرات والحسابات الإسرائيلية كانت بها الكثير من الأخطاء، سواء أخطاء استراتيجية أو أخطاء عسكرية. كانت تعتقد أن المهمة سوف تنتهي في خلال أسبوعين. العملية بدأت 7 أكتوبر، وإسرائيل توعدت بأن منتصف أكتوبر سوف تنهي العملية، ثم امتد إلى 15 نوفمبر، ثم إلى ديسمبر. وعندما في ديسمبر لم تحقق أي إنجاز من هذه العملية العسكرية، سواء تحرير الرهائن أو القضاء على حماس، بدأت تنظر إلى محور فيلادلفيا، وبدأت تتحدث على إنشاء منطقة عازلة ومنطقة آمنة، وبدأت تتشكك بأن حماس تحصل على السلاح من أماكن أخرى، وبدأ الزج باسم مصر. ومصر منذ ذلك الوقت بدأت يعني الحقيقة صدرها يضيق من هذه الاتهامات، لا سيما وأنها تقوم بدور وبجهود مضنية في عملية وجود مقاربة سياسية ما بين إسرائيل وما بين فلسطين، وهي الوحيدة في العالم كله اللي استطاعت أنها تقدم مقاربة مقبولة منطقية على مراحل متقدمة تقدم فيها مميزات. ولكن لماذا الاتهامات الإسرائيلية لمصر بأن هذا لم يحدث؟ هي شككت في دور مصر حتى فيما يتعلق بنزاهة التفاوض أو نزاهة الوساطة ما بين حماس وإسرائيل. أولا، إسرائيل تعلم تماما نزاهة الدور المصري، وأن مصر دائما تبحث عن الحق فتتبعه، وإن كان الحق يحتاج إلى جهد عثير. لكن إسرائيل بتستخدم هذا النوع بنسميه المانوبلاسيون أو مانوبوليشن، التحايل. بتستخدم نوع التحايل بمفهومه الأشمل، يعني بمعنى الادعاءات وتشتيت الاتجاهات وتشتيت الانتباه عن العملية. يعني هي لا تريد التفاوض ولكنها مجبرة عليه؟
بحكم وجود الرهائن. بالفعل كده، بالفعل يا أستاذة رشا، بالظبط كده. حتى فكرة المفاوضات نفسها في حد ذاتها هي نوع من أنواع التحايل. طيب لنطرح هذا السؤال على سيد كوفي، ما يقوله حتى تبعد الأنظار عن الأهداف الرئيسية. طيب ما يقوله اللواء عبد الواحد الآن وهو له سنوات طويلة في التفاوض والخبرة في مجال المخابرات ويدرس هذا العلم أيضا، هو يقول الآن أن إسرائيل لا تريد أساسا التفاوض، هي تتحايل وتستخدم استراتيجية التحايل لتظهر للداخل الذي يطالبها بالإفراج عن الأسرى أنها تتفاوض، لكن هي ليست لديها نية حقيقية لنجاح هذا التفاوض. بماذا ترد؟ سيدتي، أولا أريد أن أجاوب، إسرائيل لن تشن حملة عسكرية على قطاع غزة من شأن إيجاد الفرق بين رفح ومصر، هذا غلط. إسرائيل تقول أنها تريد القضاء على حماس، وقالت من البداية أن هذه سوف العملية الطويلة سوف تستغرق لمدة سنة أو سنتين، وكان هذا أنا هيك سمعت في الإعلام الإسرائيلي، لا أعلم تماما من أين سيادة اللواء أخذ معلوماته، بس كل واحد اللي سمعه، أنا سمعت من البداية لمدة سنة أو سنة ونص أو سنتين. ولكن عندما نرى هناك مجموعات إرهابية تنتقل من منطقة إلى منطقة عن طريق الأنفاق التي بنتها خلال السنوات الأخيرة في قطاع غزة، وهناك مخطوفين إسرائيليين ونريد تحريرهم، نعمل كل ما بوسعنا. وما الذي فعلتموه؟ ما هي النتائج؟ لم تحرروا ولو رهينة أو محتجز واحد، لم تحققوا أي نصر عسكري كامل على الأرض، وتريدون التوغل أكثر وأكثر في رفح، والفاتورة هي من المدنيين. سيدتي الكريمة، أولا لقد حررنا ثلاثة و قتلنا مع الأسف الشديد 3 آخرين، وعثرنا على عدة جثث من مخطوفينا، ولكن بشكل عام تم تحرير عدد أكبر بطريقة المفاوضات، ولذلك إسرائيل. ولكن سيادة اللواء يقول أنكم تتحايلون ولستم جادون في هذا الأمر، أنتم فقط تستخدمون التفاوض كنوع من المسكن للرأي العام الداخلي وأسر المحتجزين الذين يطالبون نتنياهو بالإفراج عنه. كل الشعب يطلب تحرير المخطوفين، يعني عندما الدولة الإسرائيلية فشلت في 7 أكتوبر في حماية مواطنيها، هذا شيء ضروري لكل حكومة مهما كانت، يعني حكومة يمين متطرف ولا حكومة يسار متطرف، هذا واجب الحكومة أن تحمي وأن ترجع المواطنين. طيب بغض النظر عن هذا الأمر، كيف تراهن إسرائيل بعلاقة بحجم العلاقة مع مصر وتوصلها إلى هذا الحد من التوتر؟ هل يمكن أن تكون إسرائيل لا تحسب حسابات جيدة لما هو أو لما هي الخطوة المصرية التالية؟ بالعكس، برأيي هناك احترام كبير لمصر، كما في عنا احترام كبير لحلفائنا، لأكبر حلفائنا في العالم أمريكا، ولكن إسرائيل مصالحها الذاتية، ونحن نأخذ بعين الاعتبار الاهتمام المصري والاهتمام الأمريكي، ولكن لا نقدر نفعل عسكريا ضد المنظمة الإرهابية عندما تتخبى وتستعمل المواطنين كذراع بشري، ونقول أننا لا نقدر نمس المواطنين لأن من وراهم. ولكنكم تخاطرون بمعاهدة السلام مع مصر، بالاتفاق الأمني الملحق بهذه الاتفاقية، بهذا التدخل والتجاوز في محور فيلادلفي كما أشار سيادة اللواء. سيدتي، أولا السيد اللواء، سيادة اللواء على حق، ولكن أهم من ذلك، إذا ظلت حماس قائمة في قطاع غزة فسوف يكون هذا تهديد ليس على معاهدة السلام. هذه مشكلتكم. المشكلة الآن أنكم تغامرون بالعلاقة مع مصر وتتهمون مصر كوسيط، ومن قبل اتهمتم قطر كوسيط. أنتم تدمرون عملية التفاوض من وجهة نظر من يتابع. سيدتي، أنا ما كملت جملتي، أريد أن أقول نحن نعلم تماما إذا ظل النظام العملاء الإيراني في المنطقة قائم،
فيكون الخطر على مصر وعلى الأردن وعلى إسرائيل وعلى كل المنطقة أسوأ بكثير. ليس من حق إسرائيل أن تتبنى الدفاع عن الأمن القومي العربي. الدول العربية تستطيع أن تحمي أمنها كما تشاء. لا أحد يقول أن إسرائيل ستقوم بهذه المهمة العظيمة. رد من سيادة اللواء. تفضل سيادة اللواء. اولا انا عايز اقول لضيفك الكريم الحقيقه يعني حتى حضرتك بتساليه عن المفاوضات وهو مصمم على المقاربه العسكريه نتحدث عن المقاربه السياسيه وهو مصمم على اهميه القضاء على حماس عسكريا، وده الحقيقه اللي الحكومه بتتبناه. الحكومه الاسرائيليه بتتبنى المقاربه العسكريه، مفيش اي مقاربه سياسيه. يعني فكره التفاوض استاذه رشا منذ العملية يوم 7 أكتوبر وكل الطرفين سواء إسرائيل أو حماس كل طرف يصارع إلى أو يريد عقد مفاوضات. حماس تريد عقد مفاوضات لأن قامت باختطاف عدد من الإسرائيليين وتريد المساومة عليهم أو عرض مطالبها، وإسرائيل تريد المفاوضات حفاظا على أرواح المخطوفين وفتح باب الحوار مع الخاطفين، ودي أي عملية لاختطاف رهائن أو احتجاز رهائن يجب على الفور فتح قنوات اتصال. ولكن العملية التفاوض الحقيقة بيشوبها عوار كثير جدا، أهمها أن هناك تباين في الرؤى ما بين الجانب الإسرائيلي وما بين حماس. إسرائيل تنظر إلى المفاوضات من مقاربة أمنية، من نظرة أمنية، إنها مفاوضات رهائن وتريد أن تحرر الرهائن فقط، وحماس تنظر إلى المفاوضات على إنها مفاوضات سياسية تريد وقف إطلاق النار ودخول مساعدات ومقاربة سياسية لحل القضية الفلسطينية. وهذا التباين الحقيقة بيشكل خطورة. جزء تاني في هيكلة المفاوضات نفسها أن الجانب الأمريكي المفروض أنه هو طرف أصيل في الصراع وداعم لإسرائيل عسكريا ودبلوماسيا هو من يقود المفاوضات وهو الراعي الرسمي لهذه المفاوضات. جزء ثالث أن هناك اختلاف عسكري كبير جدا في القوى العسكرية والتكنولوجية ما بين الطرفين، وده خلى إسرائيل دايما تنظر إلى الطرف الآخر نظرة استعلاء ولا تقبل المفاوضات. وفكرة عدم قبول المفاوضات الحقيقة له مردوده، وإسرائيل لديها حق في هذا، أن بعض الدول من ضمن استراتيجيتها عدم الدخول في مفاوضات مع الخاطفين أو عدم تقديم أي تنازلات أو تقديم لمطالب الخاطفين. ده مفهوم في علم المفاوضات. كمان إسرائيل بتسعى من خلال هذه المفاوضات إنها تحقق الهدف بنسميه الهدف الأعظم، وهو تحرير الرهائن دون تحقيق مطالب الخاطفين ودون وجود أي خسائر. لكن هنا في جزء مهم جدا يا أستاذة رشا في هذه المعادلة، إن إسرائيل هي الأقوى وحماس الأضعف، لكن حماس استطاعت أنها تفرض أمر واقع، أنها حرمت إسرائيل من تحقيق النصر الكامل أو تحرير الرهائن أو القضاء على حماس، وبالتالي أصبح لها صوت قوي في المفاوضات ولا تريد أن ينظر إليها على أنها المستوى الأضعف الذي يملأ عليها الشروط والإملاءات لتكون خاضعة للموقف الإسرائيلي. ودي الإشكالية الكبرى في عملية التفاوض. لكن إسرائيل وأنا بقول لحضرتك لم ولن تقبل عملية التفاوض، هي تريد المقاربة العسكرية. أشكرك سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي، واعتذر لضيق الوقت، وأيضا من أصدقائنا المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي ليفي. وبعد الفاصل نستمر مع حضراتكم. مقطع مصور لمجندات إسرائيليات في قبضة حماس يثير ضجة واسعة، ونحن نتقصى الحقيقة في خارج الصندوق.
ضجة واسعة وكبيرة بعد أن بث التلفزيون الإسرائيلي لقطات سبق كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية حجبها لخمس مجندات إسرائيليات أثناء احتجازهن بقاعدة من قبل بعض مسلحي حماس كما تقول إسرائيل في 7 أكتوبر. ومنذ انتشار هذا الفيديو الذي تقول إسرائيل أنها تقوم بنشره في هذا التوقيت تحديدا بعد سماح أسر المجندات بهذا الأمر، هناك علامة استفهام كبرى بالتأكيد لماذا الآن؟ إذا كانت إسرائيل تملك هذا الفيديو منذ 7 أكتوبر، وإذا كانت هذه المجندات وهذه الأسر موجودة وكان يمكن الموافقة أو الحصول على موافقتها لنشر، لماذا تنشره إسرائيل الآن؟ هذا سؤال مشروع. طبعا هذه اللقطات التي تابعها الجميع تقريبا حوالي 3 دقائق مأخوذة على ما يبدو من فيديو مدته 2 ساعة، يقال أنه صور في أثناء أحداث 7 أكتوبر. طبعا هذه الصور تظهر المجندات الإسرائيليات وهم يعانون من العنف، وهناك بعض آثار الدماء على وجوههم، وهناك حوار حاد ومحتدم بينهم وبين عدد من مختطفيهم. إسرائيل حاولت أن تستغل هذا الفيديو بشكل واسع خلال الساعات الماضية لتثبت أن هناك ممارسات تمت تجاه المدنيين في إسرائيل في 7 أكتوبر. هذه الفيديوهات تثير أيضا علامات استفهام، إذا كانت من يتواجدون في هذه الصور مجندات لماذا يرتدين زيا مدنيا؟ هذا أيضا أحد الأسئلة المطروحة. طبعا نتنياهو دخل على الخط سريعا ليقول أنه سيستجيب لكل نداءات الأسر أسر المحتجزين والرهائن للإفراج عن رهائنهم، وأيضا بالاقتصاص من حماس والقضاء عليها تماما. لنشاهد ردة الفعل وما قيل ثم نتابع. نحن في خارج الصندوق نتقصى الحقائق ونريد أن نشاهد الصورة، ونحن نعد لهذه الفقرة نحن وفريق خارج الصندوق كنا حريصين أيضا على نشر الصور التي نشرتها حماس لكيفية التعامل مع الأسرى والرهائن، خاصة وأن خطاب حماس يقول دائما أنه يسعى للتعامل بشكل إنساني مع الأسرى، وأن هذه الصور التي يتم بثها تؤكد مدى احتفاظ الرهائن المحتجزين لدى حماس بعلاقة إنسانية طيبة وفقا للمواثيق ووفقا للقيم، إلا أن إسرائيل بالطبع تحاول أن تبرز صورة أخرى لهذا الأمر. نحاول أن نتعرف عن طبيعة ما حدث. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس. مرحبا بك سيد حسام معنا على شاشة العربية في خارج الصندوق. أولا ما هو رد حماس؟ تابعنا أن هناك بيان من حماس على هذا الفيديو، ولكن بماذا يمكن الرد على ما نشرته إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نذكر بأنه الاحتلال الذي يقتل شعبنا الفلسطيني أمام الكاميرات وبشكل مباشر، يعني لا يمكن أن يتحدث أي طرف منصف عن شيء من المصداقية لهذا الاحتلال أو شيء من الأخلاقية. وبالتالي هذا الفيديو اللي هو عملية من كان في 7 أكتوبر، لماذا الآن يبثه الاحتلال ولماذا يبث يعني هذه الدقائق القليلة التي اختارها بعناية؟ وطبعا هذا جاء بعد طلب محكمة أو المدعي العام لمحكمة الجنايات باعتقال أو مذكرات اعتقال لنتنياهو ولوزير الحرب لديه. هناك توقعات بأن محكمة العدل العليا تأخذ أيضا قرارات ضد هذا الاحتلال. هناك اعتراف من بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية. كل هذا الأمر يعني جعل نتنياهو محشور في الزاوية ويبحث عن أي محاولة لتغيير الصورة اللي
موجودة عمليا. لذلك أنا أقول أنه إحنا أولا من المهم أن يعرف يعني أمتنا العربية والإسلامية التي تعرف حماس جيدا بأنه تعليم ديننا أولا وأخلاقنا إحنا كفلسطينيين وكعرب تلزمنا بأن نتعامل مع الأسرى عموما ومع النساء خصوصا بطريقة يعني نحن تربينا عليها ونحن نؤمن بها، وكانت التعليمات واضحة منذ اليوم الأول حتى على لسان الأخ القائد محمد الضيف رئيس أركان المقاومة الفلسطينية. والفيديوهات التي ظهرت عند الإفراج عن بعض الأسرى في بدايات هذه الحرب كانت واضحة. بالمناسبة نحن ننشرها الآن على الهواء وحضرتك تتحدث حتى تكون الصورة يعني بشكل موضوعي، ما نشرته إسرائيل وما نشرته حماس وما تم متابعته عبر وسائل الإعلام المختلفة. وحتى ما نشره الاحتلال من مقابلات، يعني بعد أن وصلت هؤلاء الأسيرات إلى يعني أهلهم، كان حتى هم بعيدين عن قبضة حماس وخارج غزة كان أيضا مقابلات منشورة ومعروفة بكيف طيب. كان التعامل قمة الرقي سيد حسين وقمة الأخلاق. لنناقش بعض الأفكار مناقشة يعني موضوعية. تعلم أن الصورة دائما كما يقال حتى في علم الإعلام لا يمكن تغييرها أو لا يمكن تحويلها أو لا يمكن تفسير شيء واحد يعني شيء آخر له. ما ظهر في هذا الفيديو أن كانت هناك أثار للدماء على وجه المجندات وأن هناك حوارا عنيفا يتم بينهم وبين مختطفيهم. هذه الصورة الآن يتم ترويجها بشكل كبير في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية. هناك صورة، وبالتالي ما نقوله الآن على الهواء قد لا يكون مقنع لمن شاهدوا هذه الصورة. يعني أولا هذه الصورة أخذت في قلب معسكر جيش الاحتلال وليس منشأة مدنية، وهذا حتى الاحتلال يقر بذلك، ولم يكن اعتقالا يعني تم كما يقوم جيش الاحتلال بدخول البيوت في الضفة الغربية. هذه كانت مواجهة عسكرية مباشرة استشهد فيها حتى عدد من أبناء المقاومة وكتائب القسام وربما أسر آخرون، وبالتالي جاءت هذه العملية الأسر للمجندات ولغيرهم يعني كنتيجة لهذه المعركة المستمرة والمتواصلة لعدة ساعات في ذلك اليوم. وبالمناسبة حتى الصور التي يعني بثها الاحتلال واضح أنه لا يوجد فيها اعتداء ولا يوجد فيها ضرب ولا يوجد فيها يعني حتى إساءة كما ذكروا. لا، هناك مشاهد لمجندات أثار الدماء على وجوههم سيد حسام، وهناك حوار حاد ومحتدم بينهم وبين هو فيديو صوت وصورة يظهر حوارا عنيفا. طبعا يعني احنا بنحكي عن معركة ليس حوار عنيف، هذه معركة وهذا الاحتلال قاوم طبعا المقاومين، وكما قلت لك هناك يعني شهداء وهناك يعني أسرى حتى من قبل المقاومة في هذه المعركة. الصور هذه كانت ربما في نهاية هذه المعركة حين تم أسر هؤلاء، وبالمناسبة هؤلاء مجندات يعني كونهم لا يلبسوا اللباس العسكري لأنه كان في صبيحة يوم السبت وربما هم في يعني شيء من الإجازة أو تبديل كما يقولوا اللي هو الشفتات في هذا العمل العسكري. طيب أنا أحاول أن أفكر معك بشكل واضح وكما يعني يسمى برنامجنا خارج الصندوق. سيد حسام، هذه الصورة الآن وخاصة كما تفضلت حضرتك مع قرار الجنائية الدولية قد تظهر للعالم كله أن ثمة تجاوزات وإساءات تمت من حركة حماس في 7 أكتوبر، وهذا يبرر قرار الجنائية الدولية ضرورة وجود السنوار والضيف وهنية على قائمة المنع باعتبار هذه التجاوزات التي حدثت في حق المدنيين الإسرائيليين. بماذا ترد؟ يعني أولا حقنا في مقاومة الاحتلال هذا مكفول حتى بالشرائع والقوانين الدولية المعمول بها، هذا شيء طبيعي وشيء ضمن القانون الدولي، وكما قلت لك هذا هدف عسكري بحت، وحتى باعتراف الاحتلال هو لا يقول غير ذلك، وبالتالي نحن نمارس حقنا الطبيعي في المقاومة. لكن نحن كنا منذ بداية هذه المعركة بالمناسبة نحن نتحدى يعني أن تأتي أي جهات يعني محايدة وموضوعية لتتابع كل مجريات هذه الحرب ولتثبت ما نعرفه تماما أنه هذا الاحتلال وجيشه وقيادته السياسية تعمدوا عن سبق الإصرار والترصد القيام بإبادة جماعية لشعبنا الفلسطيني باستهداف النساء والأطفال
المستشفيات ودمرت كل الجامعات في قطاع غزة، دمرت عدد كبير جدا من المدارس في قطاع غزة، وبالتالي لذلك المحكمة الجنائية وضعت نتنياهو وجالنت على رأس المطلوبين ورأس هذه القائمة، ولكنها في المقابل أيضا وضعت السنوار والضيف وهنية استنادا إلى هذه الفيديوهات، خاصة وأن إسرائيل تقول أن هذا الفيديو سيد حسام كان موجود في غزة وليس في إسرائيل، بمعنى أن المجندات بعد اصطحابهم إلى داخل غزة تمت هذه أو تم نشر هذا الفيديو، هل هذا صحيح؟ لا طبعا، أنا حتى لما أسمع هذا من إعلام الاحتلال، هذا معسكر الاحتلال لجيش الاحتلال واضح ومعروف ويعرفه كل الفلسطينيون ويعرفه الاحتلال، وحتى وسائل الإعلام الأجنبية التي تتابع هذا الصراع بيننا وبين الاحتلال، هذه صور واضحة في داخل المعسكر اللي هو بالمناسبة يراقب على مدار الساعة أهلنا في قطاع غزة، ومهمة هؤلاء المجندات معروفة، وقد سبق الاحتلال قبل سنوات أن بث تقرير خاص بهن، هؤلاء يراقبوا كل تحرك على في قطاع غزة على الحدود ويطلقوا النار بأنفسهن على أي تحرك سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، وهناك فيديوهات مصور حتى لدى الاحتلال على طبيعة عمل طيب هؤلاء سيد حسام، يعني سيد حسام بالمنطق في موقف كهكذا شهد حالة من الفوضى، يعني رحمة الله عليه السيد صالح العروري قال في حوار قبل وفاته على قناة إخبارية أن ما حدث لم يكن من عناصر حماس لأنه حدثت بعض الفوضى أثناء هذا الحدث وبالتالي حدثت بعض التجاوزات، هل يمكن أن يكون هذا الأمر مطروح لديكم أنه إذا كانت هناك بعض الصور التي تقول أن ثم التجاوزات وقعت يمكن أن تقول حماس بشكل واضح نعم هناك تجاوزات، وإذا كانت هناك تجاوزات فلينظر الجميع إلى ما تفعله إسرائيل ونحن قد نعترف أن بعض التجاوزات وقعت ويمكن أن نقول أنها حدثت في سياق فوضوي؟ يعني أولا تفاصيل 7 أكتوبر حدثت على الحدود خارج قطاع غزة في أرضنا المحتلة عام 48، وبالتالي ما حدث بالتفصيل ومجريات هذه الحرب وهذه أو هذا الهجوم نحن ليس لدينا معلومات كافية عنه الآن مع استمرار هذه الحرب التفصيلية واليومية والهجومية، لذلك لا نستطيع حتى أن نتحدث عن تجاوزات أو غيرها، لكن إذا كان السؤال وهو ربما يكون أسهل وأكثر منطقية حول التعامل مع الأسرى الموجودين لدى المقاومة في قبضتها في داخل قطاع غزة، نحن نتحدى كل العالم أن يثبت بحادثة واحدة أنه تم الإساءة لأي أسير في قطاع غزة سواء كان من المجندين أو الضباط أو طب وإذا قيل لحضرتك هذا الفيديو سيد حسام الذي يظهر أو تظهر فيه المجندات وعلى وجههم هذه الدماء كيف سيكون الرد؟ قلت لك هذا في وقت الحرب والمعركة نفسها، يعني أولا الفيديو لا يظهر تماما إذا كان يعني هذه الدماء منهم وربما من غيرهم، ربما من بعض الإصابات بعض المقاتلين، ربما من بعض القتلى الجنود، لا أحد يستطيع أن يؤكد من خلال هذا المشهد أن هم أصلا مصابات بشكل مباشر، على العكس يعني هم يتحركوا ويقفوا ويجلسوا وهذا يثبت أن هم عمليا بصحة جيدة. الآن الخوف والهلع طبعا لم يكن يتخيل جنود الاحتلال النازيون انه يمكن ان يصحوا ويروا فوق رؤوسهم ابناء القسام. طيب دعني اسالك سؤال سيد حسام، وانت من القيادات يعني في المكتب السياسي لحركه حماس من القيادات البارزه وتعرف الكثير والكثير من التفاصيل والخبايا كما يقال، هل يمكن ان تقول لي على الهواء الان اجابه واضحه يمكن ان تكون بمثابه مخرج من كل ذلك؟ هل في عقيده حماس قتل المدنيين؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، نحن نربي مقاتلينا ونربي مجاهدينا على احترام تعاليم ديننا والتي هي تمنعنا من استهداف المدنيين أو تقصد التعرض إليهم، بل أنا أقول هناك حوادث حتى في انتفاضة الأقصى وهذه يعترف فيها الاحتلال وقد بثت في تلفزيوناتهم خلال السنوات الماضية عن عدد من العمليات العسكرية التي قامت بها القسام واللي استبعدوا وجود المدنيين وركزوا على وجود الجنود بشكل مباشر، و7 أكتوبر طيب ليس في عقيدة حماس قتل المدنيين، هذا عنوان رئيس اليوم، ليس في عقيدة حماس قتل المدنيين، ولكن اسمح لي هل إذا حدثت تجاوزات سواء يعني ما هو بالتأكيد حماس يعني مجموع كبير يمكن أن تحدث بعض التجاوزات من بعض الحالات الفردية
يعني كما قلت، يعني احنا بنتحدث عن حرب مستمرة منذ أكثر من 7 شهور، وحتى متابعة بعض التفاصيل وبعض الإجراءات من الصعب أن تتم الآن تحت هذا القصف، تحت هذه الهمجية التي يمارسها شعبنا. احنا مطمئنين تماما إلى أصالة مقاتلينا، نحن الذين نملك حقيقة الجانب الأخلاقي الحقيقي في هذه المعركة، وبالتالي هذه الأسئلة وغيرها مكانها الصحيح هي ضد جيش الاحتلال، هذا الجيش النازي القاتل العنصري. طيب، أشكرك سيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس. شبح العنف والحرب الأهلية لا يفارق المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه فارقة خطيرة للغاية في فترة غير مسبوقة على الإطلاق من الاستقطاب السياسي، وذلك على وقع المنافسة المحتدمة التي وصلت إلى حد الاتهامات والإهانات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه السابق ترامب. قد يقول البعض أن هذا الأمر طبيعي وعادي، يحيط بهذا المناخ الانتخابي التنافسي، لكن أن تدخل أمريكا إلى دائرة العنف أو إلى دائرة الحرب الأهلية احتجاجا على نتائج انتخابات ديمقراطية فيها، هذا سيناريو خطير للغاية. أخطر ما في الأمر هو الأرقام التي تم الكشف عنها قريبا فيما يتعلق بهذا الأمر. نتخيل مع حضراتكم وفقا لهذه الأرقام أن استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز أشار إلى أن 2 من كل 3 أمريكيين يعبرون عن شعورهم بالقلق من احتمال اندلاع أعمال عنف مرتبطة بالسياسة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا رقم كبير للغاية، أن يكون هناك يعني هذا الرقم من الأعداد، هذا رقم مفزع ويستحق التوقف. هذا الاستطلاع أيضا كشف بشكل واضح وجلي عن المخاوف الكبيرة لدى المواطنين الأمريكيين، خاصة وأن ذاكرة تعود بهم إلى سنوات كانت تشهد هذا الأمر فيما يتعلق بالحرب الأهلية، ولكن أيضا بالمشاهد التي تمت في أحداث الكابيتول الشهيرة بعد احتجاج أنصار ترامب على نتائج الانتخابات، ما مثل سابقة خطيرة في التاريخ الأمريكي. نستمع إلى ما قاله بايدن. Just like history watched 3 years ago on January 6th. ما حصل في 6 يناير والأكاذيب حول انتخابات 2020 والمؤامرات لسرقة الانتخابات شكلت أخطر تهديد للديمقراطية منذ الحرب الأهلية، لكنهم فشلوا ووقفت أمريكا بقوة وانتصرت الديمقراطية. منذ عهد الرئيس لينكولن والحرب الأهلية لم تكن الحرية والديمقراطية عرضة للهجوم في الوطن كما هو الحال عليه اليوم. طبعا ترامب كان قد أطلق سلسلة من التصريحات التي تم تصنيفها بشكل واضح أنها تصريحات تحريضية عنصرية خلال الفترة الماضية في حملته الانتخابية، وهو ما زاد المخاوف بشكل كبير مما يمكن أن يعقب نتائج الانتخابات وما سيتم الإعلان عنه. صحيح أن هناك تصريح يتوقف أمامه الجميع، وهو ما قاله ترامب أنه إذا لم يفز في هذه الانتخابات ستكون هناك حمامات دم. تراجع عن هذا التصريح هو وحملته بشكل أو بآخر، لكن التصريح ظل عالقا في أذهان وعقول الأمريكيين. نتابع. إذا لم يتم انتخابي فسيكون ذلك بمثابة حمام دم. عموما سيكون هذا أقل ما يمكن أن يحدث، سيكون حمام دم في البلاد. من واشنطن ينضم إلينا السيد إيهاب عباس المحلل السياسي. مرحبا بك سيد إيهاب. أنا شخصيا تفاجأت بهذه الأرقام الخاصة باستطلاع الرأي لرويترز، إلى أي مدى بالفعل تؤثر هذه المخاوف ويعيش بها الأمريكيون في هذه اللحظات؟ هل يمكن أن يكون شبح العنف والحرب الأهلية قريب إلى هذا الحد؟ نعم، أهلا بحضرتك أستاذة رشا وأهلا بكل المشاهدين. نعم بالفعل، أنا يعني أتفق مع فكرة أن هناك مخاوف متزايدة وتتزايد، يعني هي موجودة أصلاً ولكن تتزايد بشكل مضطرد. ودعيني أقول لحضرتك بعض التحليلات أو التحليل الرئيسي لفكرة هذه المخاوف، بعيداً عن مسألة ما حدث في يناير عام 21 إبان إعلان النتائج من قبل الكونغرس الرئاسية واقتحام الكونغرس إلى آخره. قبل أحداث يناير 21 بعام توجه الأمريكيون إلى محال بيع الأسلحة والذخائر، وقع
قاموا بشراء كل ما هو متاح. كان ذلك بسبب كورونا بالمناسبة وليس الانتخابات. كانت المخاوف من أن يفلت زمام الأمن من السلطات التنفيذية ويضطر المواطن الأمريكي الدفاع عن نفسه. كل البيوت الأمريكية اليوم يكاد يكون بلا استثناء لديها أسلحة وكمية من الذخائر معتبرة. عندما تلتقي هذه الأسلحة مع أفكار مستقطبة بشكل حدي، يعني بشكل كبير جدا من الممكن أن يؤثر بالسلب في اتخاذ القرارات التي تدعم فريق دون فريق أو رئيس دون رئيس. لكن هل هذه أمريكا؟ يعني نعم، هذه أمريكا هي الكاوبويز، هي أمريكا بلاد الكاوبويز. لا، ولكن يعني فيما يتعلق بتجربة ديمقراطية عريقة كالولايات المتحدة الأمريكية، أختلف معك سيد إيهاب، لا يمكن أن تكون صحيح هذه الصورة بهذا الأمر إلا في الحالة الترمباوية. هذا رشا، نعم، للأسف الشديد هذه هي عقلية المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي ليس لديه ثقة كاملة في أجهزة إنفاذ القانون، برغم من أن البوليس الأمريكي على أعلى تدريب وكفاءات قتالية وفي عمليات استراتيجية وحفظ الأمن إلى آخره، إلا أن أعداده ليست كثيرة، وتعرضت الشرطة الأمريكية خلال السنوات الثلاثة الماضية تحديدا لعمليات تضييق كبيرة جدا في ميزانياتها، وهو حتى ما يشتكي منه رجال الشرطة. يعني حتى هنا في المجتمع الذي أعيش فيه في فيرجينيا دائما شكاوى من رجال الشرطة تقدم للكاونتيز أو المقاطعات ومسؤولي الولاية بأن لا يوجد ميزانيات كافية لاستخدام رجال شرطة جدد أو لشراء المعدات اللازمة. عندما يفلت زمام الأمن من الممكن أن نكون أمام كوارث متعلقة بالانتخابات. طب هذا سيكون لصالح من؟ بايدن أم ترامب؟ يعني في نهاية المطاف من سيدعو إلى العنف سيتم نبذه من التاريخ الأمريكي كلية، لأنه ستستقر البلاد بعد ذلك وسيتم محاسبة من دعا إلى العنف. نعم. تصريحات ترامب للأسف الشديد من الممكن أن تقف ضده فكرة حمام الدماء إلى آخره. وترامب دائما أنا أقول أنا لست من مؤيدي جو بايدن، وأنا أعتقد أن ترامب هو أفضل للولايات المتحدة، ولكن نعم. تصريحات ترامب. أشكرك سيد إيهاب، ستكون لنا لقاءات أخرى بالتأكيد. سيد إيهاب عباس المحلل السياسي من واشنطن، تحياتي. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.